النماذج اللي بتغني هيب هوب في السودان هي كثيره شديد لدرجه لا توصف. في فرسايل هذا زي ما بقولوا كده قيد من فيض واسع لدرجه. 249 جانج جروب بيغني راب سوداني، هم بنات بيغنوا في قضايا مجتمعيه كثيره جدا، وعندهم اسلوب فني جامع ما بين المواضيع الاجتماعيه وما بين المواضيع المتعلقه بمواضيع السيدات. في هذه الحلقه ليلي حتغني لنا حاجات واسعه وهي واحده بس من 249 جانج. اهلا بكم مساء. ليلي هاو ار يو؟ I'm doing great. كيف حالك؟ كويسة؟ والله تمام الحمد لله. احنا مبسوطين انك معنا الليلة في فريستايل شديد. والله انا ذاتي كمان مبسوطة، like I feel like I'm so flexible here. يعني امور ظابطة. ان شاء الله تكون الامور ظابطة. انت بتغني راب لك كم كذا يا ليلي؟ والله صراحة من المدرسة، يعني من زمان grade 3 تحديدا. ليه؟ لأنه لما كنت في المدرسة كان في يعني صراحة كميات كثيرة شديد من أولاد مدرستنا وبنات مدرستنا كانوا بغنوا، فالموضوع كان متلطف شديد. وغير كده يعني عندي ناس من البيت برضو يعني. أنت كنت بتقري وين فعليا؟ أنا تحديدا كنت بقري في كمبوني. أوكي. وكنت بتغني باللغة الإنجليزية بس ولا كان عربي وكده؟ الزمن ده كان إنجليزي بس. إنجليزي لأنه بس. حتى في المدرسة ما كنا بنتكلم عربي، ما كان في عربي. يعني كان حتى اغلب شيء المواد ذاتها كلها بالانجليزي، ما كان عندنا عربي الا بس القران. حتى اللغه العربيه ما كان في كده ذاتها كثير. اوكي. So that's how it's going. يعني هسه حاليا ممكن نقول لك كم سنه في الحاجه دي؟ ليه كم سنه؟ هو عموما يعني انا يعني لعبت فيها كثير، لكن كعموما انه انا طلعت كده يعني الناس شافتني لي سنه ونص تحديدا كده او سنه واقل. وفي الوقت ذاك ما كنت بتنتجي؟ في الوقت ذاك انا كنت بنتج، لكن ما عشان انه اطلع، عشان انا كنت مستمتعه بها ولنفسي براي كده. كنت حاسه انه الحاجه دي ظابطه كده براي كده اسمع. الفتره دي كلها انت بس كنت مستمتعه بها براي؟ كنت مستمتعه بها براي. هذا كلام غريب جدا طبعا. هو غريب، لكن شنو يعني لما انت بتسمع مثلا لنفسك يعني تشوف نفسك انت بتعمل في شنو، فانت بتكون مستمتع من نفسك في الوقت ذاك. فبعد ما تحس انه الاستمتاع ده يعني حرام انك تخليه براي كده، فانت بتكون تطلع يعني بتطلع. الناس تستمتع معك. واس كان سبورت لك منه في فكره انه انت لازم تطلع الحاجه دي وتوري الناس انه انت امي اكثر زول؟ أيوة ما حصلت طبعا دي. والله ابشرك والله العظيم. فامي كانت بتقول لي شنو يعني المستوى ده لا ما كفايه، انت لازم تعملي احسن من كده، في احسن من كده انا متاكده. فحتى هي بتفهم يعني في الهيب هوب؟ لا اكيد بتفهم، حتى اللي درجتي انها متابعه الساحه اكثر مني يعني. تعرف جوا السودان وبرا السودان؟ جد يعني؟ تعرف كل حاجه والله. يعني حتى لو كان عندها تركه كان جبتها معي الانترفيو والله، بس هي كانت مشغوله. نعم كان حينبسط شديد طبعا لو كانت معنا، وحنخليها تدينا فري ستايل كمان. اوكي هي ما عندها مشكله كده طبعا، هي ما حيكون عندها مشكله. طيب انا داير اقول انه في كتار ناس في السودان هنا بيشوفوا انه الحاجه دي هي ما حقتنا، يعني حاجه كده زي كان هي ثقافه مستلبه. وكان معنا ام او 3 لو انت تعرفيه مهاب، قال انا واحد من الناس المقتنعين بانه اول زول غنى هيب هوب هو سوداني واسمه خلف الله. الحاجه دي انت موافقه عليها ولا؟ انا ما بختلف، لانه اكيد طبعا في ناس ابغانيه يا جماعه كده. انا ما حختلف على اي حاجه، لانه يعني مثلا في وقت فات يعني حاليا انا اوصف لك انه بطريقه يعني انه اكيد طبعا في ناس تعبانة وفي ناس يعني احنا لما بدينا سمعنا انا صراحه سمعت اول وني كلك لف لف هنا فانتاستيك، دي اول حاجه سمعتها وافتكرت انه لك هو اول متذكر انه عملها من الحاجه دي ناس جوطه تقريبا. ناس جوطه، فدي كان انا اول حاجه سمعتها، فكنت مستمتع شديد صراحه. ده كنت منبسطه؟ يعني كنت مستمتعه لدرجه شديد؟ وسمعت لهم حاجات كثيره من الوقت ذاك. طبعا سمعت لهم حاجات كثيره، ويعني بصراحه كده الناس ما شاء الله حلوه. فانه يعني قصه انه اول بدا منه ولا ما اول بدا منه ما مشكله، اللي بيفرق شنو انه الادى وخلى السودان تبعد يعني وتصل محل قدام، دي اللي بتفرق، ما بتفرق البدا منه. طيب انت هل شايف انه نازيوتا خدتوا وضعيه اساسيه كده بتاعت فاونديشن لقصه أيوة الهيب هوب في السودان؟ ايوه خدته. ليه؟ لانه الطريقه اللي هم بدوا بها كانت مختلفه. يعني دي الحاجه الحلوه عندنا في السين، ما في زول بيشبه الثاني، ما في يعني كل زول بيجي بخط له شنو بيجي بخط له طول، الناس تجي تطلع عليه تطلع. فدي الحاجه المميزه. القيمة مستهدفة، دايما افكاركم مستنزفة، بتقلدوا احنا نجدد في الفن ده بدون اي زغرفة، عارفة العقلية دي ما
سليمة، نفس الناس بنتقدونا ما في حياته مي قيمة. ست الشاي شارع النيل هناك في كولومبيا الحزينة، الأحرار مشوا لله بعد غرقة السفينة. شربة نص النيل الأبيض واقفة زي سد العالي، ما تركز في البار الفات أنا سايقة في خط سيديالي. لما غلطوا علينا قلت عادي ما بجديد، أساسا نص الساحة كانت راكدة ودايرة في الطبيعي يكون الفن ده بعيد. يا كوين أون ذا بيت بنحرق أوترا فري، يا نجدة أسلوب فريد فيهم اللي بيقدر يجيب مفيد الفاشن بالتأكيد. ما ضفته للفن جديد الراب متبري منك، مهمشين في اللعبة وأنا بتجهل زيك. قام أنا جزرنه قدام خليني يعيش أوهام، من يوم ردي قدم الخام والهيدرز بسوقوا أفلام. مزيكا فيها داسين مهما تقولوا مستمرين، نحن عارفين وإنتوا عارفين في الهيب هوب ما في منافسين، ما في منافسين، ما في منافسين. ماشي في السكة وبميت ما بجيف وما بنهد، نسيكا مستوبيت تشتب الرابين كمايك الحقيقة لو بقاتل قالوا بنت بتغني راب بتطلع مظاهرات أنا اللي بغني بالحجاب. ما تستغرب من تجربتي تربية حواري، علمتني الدنيا كيف أقدر أجاري مجتمع مريض أكيد ما ببالي. كت النصرة صوت الشارع خلى أسلوبي جد قتالي، فني فن الحقيقة ما كلام تجاري. I don't care ما ببالي، صوتي صوت أي بيت مدفونة في واقع تفكيره مثل مجاري مثل مجاري مثل المجاري مثل المجاري مثل المجاري. انت قادره انه تجري الوسط بتاع الهيب هوبرز اذا ما يعني وصف قدرت اوصفه بطريقه ظابطه، وما بين السين بتاع انواع المزيكا السودانيه الخماسي وكذا والحاجه دي، قادره تجري الفروقات بيناتنا؟ يعني مثلا هسه هالفكره انه الرابرز لما نيجوا كل واحد بيقوم بيحط له فاونديشن الباقين بيبنوا عليه وحاجات. يعني هو الموضوع شنو يعني بتحس انه شنو يعني لما زول مثلا يبدا يطلع حاجه خاصه بيه هو الثاني بتشجع ويقول انا لازم اطلع احسن من كده، لازم الناس تعرفني، او مثلا لازم شنو اقدم لون خاص بي كده تثبت. فده هنا اللي بتفرق يعني كل زول كده اقول لك زي ما بقول لك شنو مختلف بالشكل اللي هو فيه. ممتاز. الاختلاف بصنع، الاختلاف بصنع بصنع. اي طيب اللون اللي كنت بتغني بيه لما بديتي كان شكله كيف؟ خوب. كان شكله يعني بصراحة ما بيشبه الهيس ده نهائي نهائي، ما في أي لايك، ما في كونكشن في الموضوع. فكان مختلف شديد والله يعني، وأنا بحب أقول شنو يا جماعة والله يا أخي كان ظابط يعني كان ظابط وكذا، لكن حاليا هسي I don't think so نهائي. ليه؟ لأنه زمان ذاك زي ما قلت لك حاجات كنت مستمتعة براي، عشان كده خليت أنه مستمتعة باللعب براي يعني مستمع اللعب براي في نفس الوقت. أسلوبك اللي أنت كنت بتغني به هو كان شنو؟ في السايبر اولد. قبل برضو اولد، لانه في الحقبه الزمان دي كان اصلا متوفر بس اولد يعني. وكان في بومب، وكان في بتذكر زمان كان في جام، انا كنت بسمع الحاجات دي. فلما كنت بسمع كنت بحاول اعمل ميكس بيناتها، وكان في ار ام بي، فار ام بي كان محتاج طبعا طبقات صوت معينه. انا كنت صغير وكده ما يعني ما بعرف الفرق بين الطبقات، ما بعرف الكلام ده، فكنت شنو كنت بس بخوم من كل من سوا. اي وزبرت الفكره هسه. اي هسه بتغني ار ام بي؟ اي بغني ار ام بي. وعرفتي يعني شنو طبقات صوت، يعني شنو سكيلز، يعني شنو الحاجات دي؟ كيف الزول يقدر ينتقل بيها؟ كيف الزول يقدر، وكيف تعرف انه طبقه صوتك بتجيب في مرحله معينه ما تقدر تتحدى تطلع فوق ليها، يعني زي الهاي نوتس وكذا. طيب هما في المزيكا عموما بيقولوا دائما اللي عندهم ابيليتي انهم يغنوا دائما البنات، يعني لانه صوتهم سوبرانو. اي بقول لك ليه، لانه تحديدا صوت الحاد بتاع البنات بيوصل لاي مرحله، لكن في مراحل انه بتحصل فيها اختناق. هو فعلا يعني اي ممكن البنات توصل لاي مرحله، لكن كده ممكن انت بتزيف الصوت، ما بيكون الصوت الاصلي هو هنا بيكون في تزييف يعني تطلع فوق المقام اللي هي اي ممكن تكون عادي في مواهب. ايوه تمام، لكن شنو انت كده ما تزيف صوتها، لانه صوتها بيكون في تون معين بيكون حلو. طيب. انت ما تطلع من مجاله. طيب انت عارفه انه احنا هنتونس من هسي لوقت طويل شديد. اوه ماي جاد. لكن ما تحرمينا يعني فري ستايل ممكن تدينا شنو؟ اكيد طبعا ممكن اديكم. Without music right now. Without music اوكي. طيب 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 طيب. Thinking. Anything, not talking. سوداني سوداني وبالعرق أصيل، من جبال النوبة لحد وين شرق النيل. اسأل عنن الشعب بنقالوا اسمك حيل، من يوم يوم الشاد الحيل، ومن وين وين from motherland. سمارك وجنجاري you can see my hand. معزوف الطنبور ورنة ربابة، ولوطن لحد هنا جيتكم حبابة. دق الكرن خلي الميدان غمام، هز الأرض لما يفضل عليها الركام. كتمت لما ببلادي بالرقبة ورقصت، وين رقصت فخر قبل يسفن عليها دي حكمت.
لابسه حجي اللي بجد زمام كندك كندك يعني تسلموا الدستور الدستور ولا اهل سبور كدور سي وات دستور الدستور ولا اهل سبور كدور انا سمره سمره from a rock to Sudan she's سمره 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 from a rock to Sudan she's سمره 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 بيت بلادي هي سمره 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 ويا بلادي فخر بك وصل قمره. يا سلام يا سلام يا سلام. اعتقد انه دي احسن حته ممكن نطلع فيها فاصل. طيب يا جماعه نشوفكم بعد الفاصل. مبسوطين بيكي مره ثانيه يا ليلي، والونسه معاكي ما حتخلص، وحنتكلم في حاجات كثيره شديد بنفس الطريقه السودانيه اللي بنتكلم بيها دي. يعني انت درستي في كمباني، عندك سبورت في اسرتك للفكره انه انت تكوني زوله بتغني راب وكده، وخشيتي المجال لما حسيتي بانه ذاتس انف، يعني انا محتاجه انه حاجاتي دي انا اقول للناس وكده. فوريني انت يعني خشيتي المجال كيف، بديتي كيف، بدايتك الفعليه لما طلعتي، احكي لي المنطقه دي. طيب يلا، لما انه انا لايك بريك قلت خلاص انه ابدا ريكوردينج كده، يعني في ناس انا كان بعرفهم اصلا اوريدي عندهم استوديوز، فشنو انا اصلا كنت متواصله معاهم، فسجلت حاجات كثيره قبل السايبر، لكن السايبر كان له معزه خاصه كده يعني، سو انه هو طلع يعني قبل الحاجات دي. فانه يعني لما بديت كده يعني الموضوع كان ما سهل. ليه؟ لانه شنو احنا يعني مش احنا كده كالكرو حقنا وانا كليلي، يعني احنا تعبنا شديد في موضوع البيتس، يعني انه نلقى استمر مناسب انسترومنتال سو انه حاجه مناسبه انه نقدر يعني انه نشتغل عليها، فما كان الموضوع سهل. فانه احنا يعني ابتصمنا بيتس احنا بنسمعها، لا ده ما فايب حقنا بنوديه، يعني احنا اقول لك يعني تقريبا زي 6 بيتس احنا سمعناهم، حتى السابع احنا قدرنا نشتغل. يعني الموضوع كان ضغط شويه، يعني اسي سايفر اللي هو شافوه ناس كتير جدا هو دي كان اول تجربه فعليه بتاعت سينجينج كده. لا كان في حاجات قبلي وتسجلت، لكن شنو ما تم الافراج عنا، يعني افرجنا بس عن السايبر. طب ليه قبضان انت اول قبضان؟ والله يا اخي ما وكيت لسه شويه كده، يعني لكن في حاجات حتطلع للعيد ان شاء الله. طيب ممتاز ممتاز شديد. واول جروب فعلي انت لقيتيهم وحسيتي بانهم ديل الناس اللي انا بقدر اغني معاهم؟ هو مش كده، لكن شنو يعني انا حتى يعني انا ده سؤالي لك، يعني ديل هم منو او عرفتيهم كيف وشو؟ طيب باقي دي احنا كنا بنشتغل منظمات طوعيه تمام في رمضان وكده، دي اصلا اوريدي كنا بنشتغل سوا، فدخلت علينا منو كوين، فكوين تلاقينا برضو، هي برضو كان على شغاله منظمه في وطن الخير، فشنو صادمنا من هنا يعني احنا عرفنا بعض وكده، عرفتوا بعض انه انا بغني وبفهم في الحاجه دي وهم برضه بغنوا وكده، او عرفنا كيف انه يعني جينا نفطر سوا وكده، هي شغله البيت حقه وبدات تشتغل فريستايل. فريستايل وكده، فريستايل احنا انا وبقره عنا والله بعض رحيا بقره، فكمان كده وبتاع، من هناك احنا عرفنا بعض، لكن بقره معرفتها قبل كوين، فهي الموضوع كان صعب شديد الصراحه يعني. وحسيتي بانهم ديل الناس المفروض انا اغني معاهم كده؟ ايوه. اكثر حاجه عجبتك فيهم شنو؟ يعني عفويين شديد، يعني بدو كده وش يعني ما في حاجه بتدسها، وكل حاجه كده واضحه، وغير كده انه شنو سلسين شديد في التعامل، يعني ما في تعقيد ما في اي حاجه، وحتى انه شنو يعني الحاجه المميزه فيهم انه شنو التكنيك اللي بغنوا بيه لحد تحسي ما لقاني في بيت بصراحة كده. أنا ما بمدح عشان صحباتي ولا كده، لكن لأن أنا شايفهم يعني مختلفين. ممتاز. مختلفين. ممتاز. وأول حاجة عملتوها مع بعض كانت شنو؟ كانت السايفر. كانت السايفر ده. أي. عشان الناس تقدر تكون معنا في الجو، السايفر ده يعني شنو؟ السايفر ده تحديدا يعني يتكلم عن 3 نقاط. طيب النقطة الأولى. هو ذاته كمصطلح يعني أنت بترجعي ولا شنو؟ كمصطلح برجعه للمشاكل الاجتماعية وتواجهها المرأة عموما وكده. ليه؟ لأنه تكلمنا عن الأندر إيج، وتكلمنا يعني عن حدود كان هي طلعت في القانون، تكلمنا عنه، تكلمنا عن إنه قصة إنه البنات لما يشاركوا يعني في الفعاليات تحت هنا وتحت الثورة وكذا.
سو عشان كده شنو يعني انا حاسه اجتماعي اكتر شويه بس يلا فين قط فيو تاني كانت تتكلم عننا احنا شخصيا يعني فكان في يعني مشاكل واجهنا وردينا على تكلمت عنه طيب هل ده كان الدافع الاساسي للسايو يعني هل مشاكلكم بالبيرسوناليتي دي او يعني حاجه زي كده يعني انا ما اعرف اقول لك شنو طيب انت شايفه في سوسايتي السوداني البيت كيف والله يا اخي انا شايفه انه البيت يعني بصراحه شخص مميز في الكون يعني ما في السوداني بس يعني كده يعني كمجتمع سوداني شوف انه يعني مميز شديد يعني لكن بس انه الفرق شنو ما بده اهتمام تمام يعني انا ما بقول لك انه اهتمام زي الولد ولا لا بس ما بده اهتمام كده هي في العائله يعني تمام هي لو لقت الاهتمام فتكون حاجه كويسه شديد نفسي بدخل في القضيه وي اول نو ان صوت المراه عوره لكن في وقت الدرك همسه بقلب ثوره يو بتزعم ذات الفكره والفكره ما بتموت نحن عشنا في وضع محصور على الشفوت ما في بين يا نبقى قدوه او نفوت بس باب نفوت وي هاف طموح والدفاع الا الهمم بس مهدوم من الاب ولا مرات الأم مجتمع له أثر والأسرة هي اللي بتهدمه ما برا وعندي حلمي بس خصمي أقطمه وعندنا المظلومة قط يوماتي تصرخ تهاتي بس البسمة عليها ما في قلبي جافي أيوة قاسي بدل على المآسي شعور يشابه الحقيقة بدل على المعاني مجتمعنا فارض المرأة بس تعاني إجازة بتوقيع القانون الجنائي ما هز فيهم شعر غيره بدل النسائي كيف انت سافر شيل معاها بقي أبنائي حقيقة مختصة مترصة منفشة قلب وحشة لو كنت راجل أجيب قصاصة حكم الردة واللبس الفاضح والدعارة ما حترت لأن إنجاز المرأة بالنسبة لك عارة في تعليق سمعنا ظهرت عصابة شكل العصابة عجباكم ونفسكم تدقوا بابا سجمكم القبر دخلنا ما قدر علينا راب الرز بتو تمام واربطوا الحزام نحن زلزال وانتو نتيجة الحطام يب هاي عيالي بربيكم من جديد وبمسك انا الزمام انا الخراب يا اوقات ما بشخص بجمع من غير علاج جانج تفرنات جانج تفرنات جانج تفرنات جانج واتو كان ساين واتو كان ساين يو مهما ضاق الطريق والدنيا حلفت ما تسير انت الامان البعث الكريم عشان تنير ما تكدي اعبوري مثل سيف الغرير fight for yourself you open العلم انت قائد الاسطول الواقع عبارة عن فيلم story about المرأة المطبخ والطعام ده كان زمان عهد واللحن وقت الفطام نحنا اكبر من عصفور مكسور من غير عناية بنخوض المستحيل صوتنا للحق راية تلبية حق بابا نقدة زنجية من التزعين احفظت وباك ما بنرضى بالظلم متحد وفقت عاد تقول علي كوفيد 19 طيب ما هاسي ممكن يطلعوا ناس كتير كده يقول لك يا اخي لا البيت في السودان قاعد يدوها يعني انترستد اكثر من الاولاد اصلا يعني انترستنج من ناحيه الكلام في الميديا لكن من ناحيه لو انت مثلا طلعت الشارع مستحيل تلقى يعني بيت مع اخوها حايمه يقول لك الكلام ده لا عيب تمام ما عندنا ملان بيطلعوا بعد المغرب ولا كده في حال انه عادي يعني ممكن انت يعني تطلع تشوف شغلة تشوف اي حاجة ممكن تعملها لكن لا هو اي فعلا لازم يكون فكر من العائلة بيخافوا عليها ما طبعا بنتفهم الحاجة دي اكيد طبعا لكن شنو ما لدرجة انها مثلا يعني تخلي الحاجة دي ليوم من الايام انها تخليك يعني طيب تخليك يعني طيب اللي انت حاسة بانه ده البروجكتس بتاعك يعني كل الحاجات دي هي دي البرامج اللي انت حاسبه ان انت ممكن تتكلمي عنها في الراب اللي انت بتغنيه والله انا ممكن اتكلم عن اي حاجه شنو يعني بحس انها محتاجه انها تطلع يعني بغض النظر عن المراه معنى المراه عن الرجال يعني عن اي فئه انها محتاجه يعني انه انا اقدر اتكلم فيها اكيد طبعا بتتكلمي أي. يعني طيب لو سالتك سؤال لطيف كده يعني انت حاسبه انه في المرحله دي هسه حاليا انت مشروعك شنو مشروعي شنو والله عندي يعني تحديدا كده عندي والله ايبي دار اطلع حرفيا كده وعندي حاجه ثانيه شنو والله يا اخي عندي يعني هو بصراحه عقد كده خارج السودان دار مش هظبطه عارفه دار المشاريع دار اخلصها وعشان اجي اعمل هنا هي كلها ميوزيك وكده اي ممتاز طيب حاسه في الفتره دي نحن في 2022 بعد الثوره السودانيه والثوره ما زالت مستمره يعني في المرحله دي في انفتاح ثقافي على كل الثقافات الموجوده وكده حاسه بانه ده وقتها ايوه ده وقتها وده يعني احسن وقت
احسن وقت ليه؟ لانه حاليا الناس بقت في حاله استيعاب، يعني اي كلام بتقوله ما زي زمان. يعني زمان انت مثلا في نقاش في العائله، في يعني بغض النظر عن النقاش كان في شنو، انت بتثبته ستوب هنا حدك هنا خلاص كفايه. لكن هسه الناس بقت بتسمع، حتى انها بتتناقش في حاجات زمان ما كان اصلا في زول بقدر يعني يفتحها، بس حاليا يعني ايوه طبعا ده زمان دوا كده. ايوه طيب دوا كده مع البنات اللي انت معاهم في جروبكم اللي هو كان اسمه شنو؟ 249 جينج. 249 جينج. عندكم صفحة في فيسبوك وإنستغرام؟ أيوة أنا صفحة فيسبوك وإنستغرام. ترفع فيها شنو حاليا؟ هسي حاليا كده يعني فيها بقولك شنو، يعني فيها مستجدانة الكونسرت اللي بتطلع، فيها المبادرات اللي بنعملها وكده، يا في الحاجات دي، وفيها اللينكس بتاعت الفيديو، وبنعمل فيها فري ستايل، بنعمل فيها لايفز كده كده يعني. ما 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 عندها علاقة مع بلاد بس؟ لا لا. عندكم فرص ريال وكذا؟ اي طبعا. جد؟ والله في. اوكي. سو انه اي في، وفي كمان يعني بيتفاعلوا معانا وين جديدكم حنعملوا شنو، فاحنا محضرين لهم مفاجأة ظابطة شديد يعني، انا ذاتي مستمتعة من المفاجأة دي فهم حيستمتعوا بها برضه. طيب 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 هم كانوا بيغنوا راب قبليكي براون بشكل أيوة وعندهم اغاني وكذا؟ اي. انا هسي بتكلم معك طبعا من باب انه انت هسي حاليا قاعده معنا بتمثليهم أيوة اكثر من انه برضه بتكلم معك في حوار بيرسوناليتي يعني فيديو وكذا. كانوا بيتكلموا في نفس الحاجات اللي انت بتتكلم عنها؟ يعني كانوا بيغنوا لقضايا بتخص السوسايات الفيميلز بس ولا؟ هم والله اي كانوا بيتكلموا عنها، لانه زي ما قلت لك احنا كنا شغالين في المنظمات، فاكيد طبعا شفنا قضايا كده يعني العقل ما بيستوعبها. اي فعشان كده احنا اتجهنا للحته دي. فاحنا يعني شفنا حاجات كده يعني والله الواحد ما بيقدر يستحملها. فعشان كده يعني حتى لو بتلاحظ في الفيرس حقيقي كلمت عن زواج القاصرات في واحدة والله لقيناه في المنظمة يعني منتوجين عندها 9 سنة، فكان في مشاكل كثيرة شديد والله. فعشان كده أنا فهمت إنه هو برضو مشو اللي تيجي هداك برضو اللي يتكلموا عن المشاكل الاجتماعية خصوصا حقة النساء، هذا كان السبب. طيب حاسة يعني قبل ما نعمل الحركة اللي جايين نعملها كل مرة أنا وأنت دي، حاسة بإنه السوسايتي بتاع النساء يعني محتاج لعمل ثقافي في الاتجاه ده بشكل؟ طبعا محتاج 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 شديد. محتاج ليه؟ لانه يعني المراه هم بيقولوا نصف المجتمع، لكن شنو المراه يعني كان مميز يعني، ممكن انت بتديها الحاجه هي بتضعفها لك، تمام انت قدر ما تديها حاجه حلوه فاكيد طبعا هتبسطك وكده، فاكيد طبعا محتاجه محتاجه لخبرات، محتاجه لحاجات كثيره شديد، محتاجه لتنميه، محتاجة انك تسمعين ايش من تاس. والله محتاجة اسمعكم حاجة فيها فايب شوية كده. طيب نسمع مع هبيت موسيقى. اوكي طيب يلا انا حسمع كسمع ده. One from the gang, Lily my name, kill the ground with the flow when it's same. Machine out, this is a different thing. Call it your memory, full of a gang. God is a woman, hear what I'm saying. Useless, reckless, use my chain. Call it your daddy, baby, he have a thing. Rolling the rap, onto the trap. Holy shit, nigga, like a crap. I'm in the top, never gonna stop. Corona, wish your hand with the step. Come here, Lisa. I come in? Yeah. I come in, okay. Yeah. I'm underage, ay. Show me a move. I'm underage, I have nothing to prove. I'm underage, yeah. Show me a move. Yeah. Show me a move and I sell and I work and I have nothing to prove. Yeah. I'm underage, I'm underage, I'm underage, Show me a move and I sell and I work and I have nothing to prove. Woo! Thank you so much. Thank you so You're welcome. You're so welcome, Lay. انا مبسوط شديد ان احنا لسه بنتونس والحياه الحلوه اللي انت قاعده تقولها لي انا وكذا، لكن في ناس كتار بيستغربوا انه ممكن تكون في بيت بتغني خامس سوداني لكن بيت بتغني هيب هوب بيشوفوها يعني هسه وايت ناو في ناس بيقولوا اوه دايم بنفس الطريقه انت قاعده تغني يا انا قاعده اغني يا جماعه انا قاعده اغني الموضوع ده هو يعني الناس بتشوفه غريبه لا لانه شنو يعني الناس ما كانوا منفتحه على كثير لانه اغلب شيء كان بغنوا الاولاد وفي بنات بغنوا لكن شنو يعني ما عرفوا يتواصلوا مع ناس يعني مثلا يسجلوا ويطلعوا ستيج وكذا يعني الواحد كان كثير كذا انا طلعت في ستيج الجامعه او ستيج المدرسه كذا يعني ده كثير يعني ما عرفت تتواصل مع ناس كميه كفايه عشان انها تطلع
بس عشان كده كان عامل برضو. وفي ناس يعني مثلا ناس البيت يعني كان عندهم معاه مشاكل وكده، وفي ناس يعني ممكن تقول شنو يعني كسروا الحنك كده، ما عندهم سكه ثانيه. اي دي اسبابهم اللي ممكن تكون مقنعه. طيب انت سايفر البنات هو موجود في اليوتيوب؟ ايوه. شافوا ناس كتار جدا، شافوا ناس كتار جدا، كان عنده ردود افعال واسعه، مش عشان بيتغني بس، عشان حتى الليركس اللي كانت اتغنت وال 249 جانج والبنات اللي غنوا معك في الجروب والقصه دي. فردود الافعال دي انتوا كيف تعاملتوا معها؟ نحن تعاملنا معها، نحن قبل ما هو ينزل احنا كنا عارفين صراحه، كنا عارفين انه حيكون في الموضوع ده حيكون هو فايرال، لكن من ناحيه كيف، من ناحيه انه حيكون كيف يعني ما يزو حيتقبله، تمام؟ لانه عرفنا كيف يعني احنا هو اذا في نمط حياتنا العاديه كده طبعا بنلقى طبعا لا اي كده بنلقى يعني ردود غريب، تمام؟ وردود مثلا بتكون مانع وكده، فالحاجه دي يعني احنا توقعنا انه حيحصل حاجه زي دي كده، انت شنو. فاحنا من البدايه كده كنا مستعدين، فاحنا بدينا نقرا كده، لكن شنو بنشوف مثلا اذا في الموضوع يعني في نبض بناء يعني انه حاجه ممكن تفيدنا تودينا لقدام، يعني مثلا شنو غير مثلا طريقه الكتابه، في مثلا ممكن في حاجات ممكن تعملوها ظابطه غير كده، يعني انتم موهوبين في طريقه كتابه احسن من كده، ف كده كان الموضوع ده كان ظابط. وانت تعاملتوا معاه كيف الحاجه؟ الحاجة دي احنا تعاملنا معاه بانه شنو قبلنا، ليه؟ لانه لو انت كفنان ما قبلت النقد ما حتستمر، ما حتقدر تستمر. ليه؟ لانه انت بتكون شايف نفسك انت طالع، لكن لا، اذا الجمهور ما تقبلك ماشي تقبلك منو يعني؟ انت اكيد طبعا ماشي يعني تبني لك فانز، ماشي تبني لك يعني حاجه كانه فاميلي حقتك الجديده، لكن يعني خاصه بك انت. انت لازم تسمع هم بيقولوا في شنو، لازم انت يعني تنفذ طلباتهم بطريقه انك ما تضغط على نفسك تطلع من الحاجه اللي انت اصلا جيت بها. طيب بس حاليا انت ما ضغطتي على نفسك او انتوا ضغطتوا على نفسكم؟ يعني مثلا الفنان هو ممكن يكون صاحب رساله، دي لكن هو بيقصد بها فيها معينه من الناس. يعني زي ما ممكن يكون في ناس حبوا السايبر، لا في ناس كده طبعا كرهته، في ناس كرهته. احنا اتكلمنا عن ناس كرهته، لكن في ناس حبوه. بيبقى انه ديل اللي هم الفئه اللي اصلا انتوا يفترض انكم تنموها تكبروها. يلا الفئه دي تحديدا احنا عملنا عشانهم كونسرت وكان ظابط جدا، الناس جات واستمتعت، كان في نادي الصحف حتى انه نزلنا بوست، وحتى انه يعني شنو وثقنا الحديث خليناه في الصفحه، يعني حتى اللي ما شافوا يشوفوا. فانه يعني من حيث انه الناس يعني اللي عجبهم شغلنا وكذا، فاحنا والله بشيء شديد يعني انه دعمونا. ممتاز. اي ممتاز. طيب وطبعا في كلام كثير شديد احنا نفسنا جدي انه نسال منه في فريستايل، وفريستايل طبعا هو ما حاجه بتاعت جست للرابرز السودانيين وكذا، هي حاجة واسعة شديد عن الهيب هوب عموما في السودان وكل الفنون بتاعت الهيب هوب، الدي جي ميوزك، الجرافيتي، البريك دانس وكل انواع الدانس بتاعت الهيب هوب وبالرابرز برضه. فانت كيف بتقدري تجري فكرة الهيب هوب عموما في السودان في المرحلة بتاعته من البدوها ناس جوطة والناس اللي قبليهم وكده لحد اللحظة اللي هسه دي؟ مرحله ازدهار كده بصراحه كده يعني يعني انت تحس كانه عم في بلومين طلع في الموضوع. ليه؟ لانه الناس جوت لما بدوا كان محاصرين على منطقه معينه، تمام؟ يعني كانوا طالعين اكثر حاجه شنو يعني سوسايتي، يعني تبقى عارف الوضع اللي كان زمان كيف، والناس عارفه كان انت حافظه لون اغاني ناس جوت؟ اكيد طبعا. حافظه شنو؟ حافظه لالي ديكتاتوريه، وتاني لانه كنت بحبها شديد، وتاني اللي هي كان هي حافظه نحن في حلتنا ما حللنا مشكلتنا، قاعد اسمع كثير لك ما حفظتها لسه. ما حفظتيها. اكثر حاجه عجبتك في لالي ديكتاتوريه شنو؟ الشعب جاكم برساله يحكم يحكم بعداله، الحته دي فدي ادوز الله يعني حاجه سو ديب. ممكن تقول لنا منها حاجه ولا بتقدري؟ ما حتطلع حلوه زي ما هم عملوها. يعني انت متحفظه هسه في اللحظه دي، خليتك ما في مشكله، خلاص قولي لنا حاجه حقتك انت. نو بروبلم. حاجه حقتي انا انتوا حابين تسمعوا شنو؟ لا رجع لكم السابر تسمعوا. بتكتوا العشاء سماع الراي مستحيل، بتحكم هو العقل فاضي بنسمع كل نقيل، ففي النهايه دي لعنه ناس الزمن الجميل.
وما بنسى عنصر التسفين. بيخافوا من نجاح الأنثى أكتر من واقعهم الحزين. أردمها خليها تتحرك ذاته ببنزين. المشكلة نحنا معاكم أصلا ما مركزين. هننجح لكم نضحك فيكم زي النكتة البايخة. والإسكرين بيجمعنا تاني ماها أعمى دايخة. هيبتكم ضاعت زي الشمع السايحة. بتضوج بس ببطء بتفقد نفسها للي عاملي رايحة. المهم في الهيب هوب أنا جي أو دي وبحقق الأماني. فتعالوا يا عبادي أطلبوا بمنحكم المقام العالي. قوافي بتتوزع عليكم بالتساوي. بصحي حتى في مخارج حروفك وخليك كلاسي. ما هفرق بينكم كنت عادي أو حتى برجوازي. ما بتفرق بين الصين والصاد وبتقول لي تعالي كشفي إنجازي. قول عني غسلت صحونة وليفت عدة. اتذكر قبل أي شيء لو كان في فرقة كان أمك بتسدة. كلماتي كفر وصحابكم حد الردة. أسلوبي مستفز ده حتى مش اتحول من فضة. بوم بوم اتذكر قبل شيء أنا بتحوى أفروديت زي ما هما فيا قالوا. بركب اللحن والفيشة بقية هما شالوا. طلبوا الرفق بالعصيان أم الرادي منالوا. بوم بوم أصلية مطلية بالذهب والقرمص اسمه غطية. سابحة في النيل مولودة في الدندر محمية. دي ترهاقة مملكة كوش مسمية. بيت ملوك فتية أنثى سودانية. جانج 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 249 جانج. أنت عندك حاجة عربي تاني غير دي؟ لا بصراحة لأنه العربي بصراحة أنا عندي مشكلة مع كده فتحت العربي. ليه؟ لأنه موضوع النحو ده يعني بحتاج بصراحة كده يعني أنت لو لو أنت تكتب في إنت بحتاج منك جهد. فأنا ما ممكن أجي أكتب لي أغنية عربية وما فيش أصلا في النحو. أنت فاهم كده يعني أنا يعني ممكن أكون أي أنا ماشي في البيت لكن في النحو برا يعني it's like النحو بعيد لي كده. أنت ده شنو قاعد تعملي فيه ده؟ ده شنو ده؟ أي فلازم كده يعني زي ما فكرتي انك تتعلمي لغه عربيه؟ فكرت انا كنت قاعده اتعلم بس انت ما شايف من غير كان قاعده اقول لكم في عربي. لا كويس كويس. فيلا شنو انا صاحبنا الهاشم ده كان بيقول شنو يعني بيقول دايما اللغه العربيه انت حافظها. لا اللغه العربيه بكنز بكنز فحاول اقدر عليها. الهاشمي منو؟ سالم 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 الهاشمي؟ لا معاذ. اوكي هو بيحب العربي وكذا. هو بيحب العربي وكان بغني كان بغني بس هو ساب. كويس. طيب وال انا شايف انه برضه هو ما هو طبعا لانه سوسايتي اللي انتم شغالين عليه ما كله طبعا هو بيتكلم انجليزي يعني. اي ما كله بيتكلم انجليزي فلازم شنو هو حاليا المفروض انه يبدا انجليزي. ليه؟ لانه حتى لو بتلاحظ انه الجينيريشن بتاع الناس انه جايه كده تدخل الجامعات ما فيش بالعربي. ما في شيء. ما كل الجامعات في السودان. هو ما كل الجامعات لكن انت عموما كده لما تيجي تشتغل بتحتاج حتى لو ما كل الجامعات بيكون عندك قسم مخصص انه لازم بالانجليزي. ما اكيد طبعا في عربي لكن شنو الانجليزي بتلقاه كتير يعني. طيب ممكن تدينا حاجه بالانجليزي؟ ما عندك اي مشكله احنا بتكست بنكتبها والسبتايتل ما عندنا مشكله فيه بنكتبها. اوكي حد يكون من السبب عشان ما احرق لكم يا جماعه للعيد في انا عايزه تنزل. اوكي ادينا هنتكلم لسه طبعا. اوكي طيب from side to side I'm coming clean this right this is black as blood I'm gonna put some right let me tell you how the killing dream and everything in 9 years old for all the mad is ceiling the ceiling as soon as become a killing just to get this feeling خلاص كده كفايه. That's enough. خلاص طيب اكرمتينا ما في مشكله ما في مشكله. انت بتعملي فيتشرينج يفترض انه مع فيتشرينج اي مع بينجوي. هو جنسه هو مغربي تمام بس قاعد في فرنسا. فهو والله يا اخي زول ممتاز شديد وظابط وحتى قناه يعني حاليا يعني اقول لك شنو مواكب حاليا وحاجات كده ده رايح يعني. مناسبه الاغنيه شلون؟ مناسبه الاغنيه عايزين نعمل سياحه كده انت فاهم؟ سياحه لانه شنو يعني انا لاحظت انه ما في يعني في السودان كده عموما ما في زول يعني براغبك للسياحه للسودان. هو اي في ناس بتطلع رحل والحاجات دي ظابطه لكن يعني ما مدينا مساحتها يعني. المفروض يكون على السياحه لازم يكون عليها شنو لازم يكون عليها يعني اكبر كميه من الترويج اكبر كميه ممكنه. فعشان كده انا قررت انه نعمل حاجه زي دي كده انا والبنات. حسب انه البروجكت ده ممكن جد يعني اعمل بوش كده للجيم بتاع السياحة في السودان. والله لازم حتى لو ما عمل حنيد يعني حنيد قبل حنيد ما انه يعمل بشكل متواصل يعني. اي بشكل متواصل يعني ده ممكن يكون هسي واحدة من ابرز الحاجات اللي انت شغالة فيها وكده. اي بصراحة يعني ده اقول لك ده شنو ده التوب حقنا حاليا لانه متعوب عليه عشان خاطر البلد يعني.
ممتاز. طيب وبراكي ولا معاكي البنات؟ لا طبعا معايا الجينج كده طبعا. ففي كوين وفي باجيرا. ما نفسك تسلم على ناسي؟ قول لهم طبعا ناسي انا نحن كان جدي انه يكونوا معانا، كان نفسي شديد انه يكونوا معانا. وانه يعني والله يا اخي انت براك عارف يعني انه خصوصا الايامات دي يعني مع العيد وكده في تجهيزات العيد فما قدروا يجوا. لا بنتمنى انه يكونوا معنا في مساحه ثانيه. شاوتوا يا بنات يا نحن مواصلين في الحوار معك ولسه في نقطه اخيره انا بدي اتكلم فيها مهمه جدا، انه لو سالوكي بشكل واضح كده انه الجانج 249 مداهن وين؟ مداهن وين؟ زي الفضاء يعني، زي ابولو بتاع اجراءات ميوزك. يا زي ابولو. ايوه زي ابولو. او ممكن شنو هو ميبي ابولو عنده يعني اقول لك شنو عنده فكره معينه مثلا لحال نفسه، لكن احنا لحالنا كده السبيس السبيس ممكن السبيس ماشي لنا كمان عديل. ايه طيب مبسوطه بك يعني. والله مبسوطه بكم اكثر. وكنا بنتمنى ان الحوار ده يمشي ويمشي لسه. حيكون معنا في مساحات كثيره والبنات برضه في 249 جانج بلغهم تحياتي. ومساحه اخيره تقدري تقولي فيها شنو لكل الناس اللي بتشوف حاسه بانه دايره تقولي شنو لمنه؟ دايره اقول شنو لمنه طيب فهمت العاده. طيب بالنسبه للشعب السوداني والله يا اخي انتم شعب مميز شديد، وحابه اقول لكم انكم سبب تغيير تحديدا احنا كده كجانج، انتم سبب تغيير يعني بتور خليتونا انه نطلع بالطريقه دي. و يعني دعمكم كان حلو شديد يعني انكم حتى يعني لما الاغاني دي بتنزل برغم من انه عيب نلاقي انتقادات ولا حاجه زي دي، لكن انتوا يعني اسره بتاعتنا كده. تاني حاجه بالنسبه للبروديوسرز بتاعنا السوداني، شدوا حيلكم يا جماعه، شدوا حيلكم بجد كده يعني، لانه ورانا شغل كتير يا جماعه. لازم السين ده يتخطى يعني تعرفين يو نو السين ده لازم يتخطى بحته بعيده كده يعني انترناشونال جينا ومعنقه. طيب نمره 3 بالنسبه لماي فاميلي، انا بحبكم شديد. يا سلام I love you والله. شكرا جزيلا. سعيد بكم كمان.